النهارده كان في قرعه الدوري العام المصري. الحقيقه من زمان ما شفناش القرعه ان هي ما تكونش قرعه موجهه. النهارده كانت القرعه، واول مباراه هتلاعب النادي الاسماعيلي، تاني مباراه هتلاعب البنك الاهلي، ثالث مباراه هتلاعب نادي الزمالك، وبالتالي قرعه قويه جدا في بدايتها. يعني ان انت تلعب الاسماعيلي وتلعب البنك الاهلي وتلعب الزمالك في ثلاث اسابيع او في اول ثلاث اسابيع، اعتقد ان هي. وبالمناسبه عشان اللقطه دي لقطه جميله جدا، ميدو وهو بيشيل القرعه طلع له رقم واحد، حسام غالي طلع الناحيه الثانيه لقى النادي الاهلي. اذا النادي الاهلي دائما، او العكس يعني، حسام غالي اللي طلع واحد وميدو اللي طلع النادي الاهلي. فيعني فميدو ضحك طبعا، فهي دائما النادي الاهلي هو رقم واحد حتى في القرعه، يعني دي حاجه مش مقصوده، يعني هو حسام غالي مش قاصد ولا ميدو قاصد، ولكن رقم واحد دايما بتلاقي معاها النادي الاهلي. ده طبعا لاعبين كبار طبعا ونجوم كبار كانوا موجودين في هذه القرعه الحقيقه اللي اتعملت بشكل جيد جدا. بدايه جيده، بدايه جيده لرابطه الانديه ان هي تعمل مثل هذا الحفل في اوتيل كان كبير الحقيقه، والحفله كانت جيده جدا، وكان حاضرها نجوم كثيره جدا من نجوم الصف الاول في الرياضه المصريه، كابتن احمد الكاس، كابتن حسام غالي، كابتن احمد حسام ميدو، العميد احمد حسن، عميد لاعبي كره القدم في العالم، ونجوم كثيره جدا كانت موجوده، كابتن سيد معوض، الاسماء الكثيره الحقيقه اللي كانت موجوده، كابتن محمد فضل، اسماء كثيره جدا كانت موجوده في هذه الرابطة. و20 نجم بالمناسبة كانوا موجودين في من الأندية الجماهيرية، كانوا متواجدين بناء على طبعا تصريحات الكابتن أو اللواء ثروت سويلم المتحدث باسم الرابطة. حاجة البداية شكلها حلوة الحقيقة، لما تيجي تتفرج على اللي بيحصل والموضوع ماشي ازاي واللاعبين موجودين وسحب القرعة، كابتن أحمد الكاس اللي كان بيسحب مع حسام غالي ومع احمد حسام ميدو، لا الشكل العام شكل حلو. نتمنى ان ما يكونش فيه تاجيلات مره تانية. طالما الامور ماشيه خلي الدوري ماشي، مش عايزين الدوري يقف، احنا عايزين الدوري طبعا في ظل الارتباطات الدوليه الكتيره جدا، واللي حضراتكم شايفينه ده عندنا كتير جدا ارتباطات دوليه، سواء في نوفمبر، كمان اللي انا عارفه ان كارلوس كيروش طالب ان هو يلعب مباراتين وديتين في شهر نوفمبر قبل المباراتين، او ثلاثه قبل المباراتين الرسميتين، عايز المعسكر اسبوعين. فهل هيتم الموافقه؟ بالمناسبه دي معلومه من مصدر برضو جالنا من اتحاد كره القدم، ان هناك جلسه ما بين كارلوس كيروش والسيد احمد مجاهد او الاستاذ احمد مجاهد رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد كره القدم، في حضور نيلو فنجادة المدير الفني للاتحاد كرة القدم لمناقشة ما حدث في المعسكر السابق. ووجود نيلو فنجادة بناء على طلب من كارلوس كيروش، كانت الجلسة من المفترض أن تكون ما بين كابتن أحمد مجاهد ومستر كارلوس كيروش، ولكن كارلوس كيروش طلب من الكابتن أحمد مجاهد أن نيلو فنجادة يكون متواجد في هذا الاجتماع، وبالتالي والاجتماع معمول لمناقشة معسكر السابق وما حدث في المعسكر السابق. هل بعد هذه الجلسة هنجد أمور؟ إيه اللي هيحصل؟ خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل في هذه الجلسة وبعد كده نتكلم في هذا الموضوع.